أهم 3 وصفات للرضيع: موز رطب ناضج 1/2 حبة أفوكادو ونص كوب ماء. ضفنا الموز ونضيف 1/2 حبة الأفوكادو، نضيف 1/2 كوب الماء ونطحن الخليط، هيك أصبح جاهز. الوصفة الثانية: قطع من الدجاج صغيرة، 1 معلقة، 2 معلقة كبيرة رز مغسول جيد، 1 كوب ماء على نار خفيفة، نتركه حتى ينضج تمام، هيك أصبح ناضج، بعدين احنا بنطحنه بالخلاط، هيك أصبح جاهز. الوصفة الثالثة: جزرة صغيرة بنقشرها، وبطاطا حجم صغير واحدة نعملها مكعبات، وشوفان 2 معلقة كبيرة كوب من الماء. بنقطع الجزر والبطاطا إلى مكعبات صغيرة على حرارة منخفضة، بنوضع كوب ماء وبنوضع المكونات، هيك طبعا نترك على النار هادئة حتى تنضج. تخزين في الثلاجة، صلاحية التخزين لليوم الثالث فقط. نطحن المكونات جيد، هيك أصبحت جاهزة. وشاركوا الفيديو للآخرين حتى الكل يستفيد. مع السلامة.